احمد صلاح حسني ممثل شاطر قوي وذكي وبيعرف ينقي افكاره، وهو ممكن يبقى دي اول بطوله ليه، بس يمكن عشان هو مش حابب يعمل بطوله عاديه، فاهم الفكره يعني شويه. بلس كمان ان احمد صلاح حسني كفيزيكالي، هو كفيزيكالي هو اشطر واحد ممكن يعمل الدور ده، مركز ومذاكر كويس قوي. وكمان اختيار الممثلين في الفيلم مهم قوي فيه، في نوعيه افلام زي اوسكار، ان الممثل يفهم طبيعه الفيلم، مش جاي يمثل وخلاص، مش حافظ سكريبت وجاي يقوله خلاص، هو بيفهم احنا عاملين المشهد ده ليه، طب ايه المشهد ده هيتعمل ازاي بعد كده، الجرافيكس هيبقى عامل ازاي. فده كان كل المواصفات دي كانت موجوده في كل الكاست بصراحه، حسني وهنادي وثروت كل العمل يعني ممكن فهو يعني ايه الصعوبات اللي واجهته في العمل؟ الصعوبات في تحضير العمل اكتر، ان انت تعملي الكائن ده، ان الماموس يتعمل اصلا ككائن، لان انت بتخلقي بتعملي حاجه ليها عدد لا محدود من الاوبشنز، يعني ممكن يبقى شعره طويل، ممكن يبقى شعره قصير، ممكن يبقى شعره خشن، ممكن يبقى ناعم، ممكن عينيه تبقى لونها ايه. بتقعدي تعملي ده كتير قوي، تجارب كتير جدا جدا، حركته عامله ازاي، ازاي قربه للرياليتي جدا جدا، وخصوصا ان الكائن ده محدش فينا شافه، يعني هو كان موجود وانقرض بس محدش شايفه دلوقتي، فدي صعوبه الموضوع ده. خد مننا اولموست سنه مثلا عشان نطلع بشكل اوسكار، لان انت كمان بعد كده اوسكار ده هيبقى ايكون، هيبقى سوبر ستار يقدر يكمل بعد كده يتعمل منه افلام تانية، يبقى برودكت الاطفال يتعلقوا بيه، فانت بتعملي حاجه محتاجه، دي يمكن اكتر حاجه كانت فيها تركيز.